السيد احمد بن سلطان ولد دري خويا، وهاد السيد على ما علمنا الله، حنا ما غاديش نتاو شي تقليد ولا شي اثم، على ما علمنا الله انا كنسمع بان مع هاد السيده، انا شخصيا كنسمع بان معاها وكتصاي داكشي اللي صور شحال سنين كيصرفوا عليها، ثمن الطاكسي الكريمه ما عنده باش يخلص، ما كتخلي لي تريال، ما كتخلي لي تريال، وكيقول لك بان راه والد مع هذاك الولد، وهي بانه وراته الكاغط ديال الطلاق وهو ما قاريش، وقلتها ليه، قلت لها غتكون كاذبه عليك، وراه الكاغط لشتي، قال لي شتو، ولكن قال لي ما فهمتوش، ايوا باش عرفتي الحقيقه، هو السيد ما قاريش وهي كتنصب عليه، السيد داكشي اللي خدمه يضل يخدم ليلا ونهارا كيصرفوا عليها، هي زعما بغات دير لي بان باش يخرجوا معاها جدارميه، بان راه السيد بان راه راه خطف ليا الطوموبيل ودا ليا فيها الدري وداكشي، غير باش كذبت على جدارميه باش يخرجوا معاها، اما هي راه معاه واش معاه 4 سنين والجيران كلشي شاهدين، تم القزار تم اللي كيتقداو عنده شاهدين، كيقول لك راه كيجي يصرف عليها هو كدي هي، كيقول لك هي كدي الحم وهو كيخلص، داك اللي عنده في البرطمه ديالها سيدي عمر، سيدي عمر البرطمه ديالها، البرطمه ديالها فهمت، وبان الثلاثه ديال الليل هي مشات عندهم هاد السيده ملي مشات عند الدراكي، اش غتقول لهم بان هاد السيد راه خطف لي الطوموبيل، تلاقاو لي تلاقاو لي ثلاثه الناس وخطفوا لي الطوموبيل وفيها الدري، ثلاثة ديال الليل اش خارجة ديري في ثلاثة ديال الليل؟ هذا السؤال الأول بعدا، اش خارجة كديري في ثلاثة ديال الليل؟ وإلا قالت لي كذبت علي وقالت لي أنا معروضة أو كذا أو كذا، غيقول لها عطيني النمرة ديال هاد الناس نعيط عليهم، واش معروضة واش كنتي مقصرة مع هاد الناس؟